السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب الماجستير السنة الأولى مادة استخدام الحاسب الآلي، دي المحاضرة السادسة والأخيرة. ده من اس بي اس، إزاي أعمل وان واي مانوفر بتوين جروبس. طبعا إحنا عارفين مانيولي، بس أنا هنفذها إزاي عن طريق عندي هذه البيانات بتاعتي، لازم أدخلها في الشيت اس، وبعدين احاول اجاوب على الاسئله بتاعتي هما لحد السؤال جي موجود اهي، احاول اقارن ما بين اللي انا عملته واللي موجود قدامي الاجابات بتاعتي واحصل على نفس الرسومات الماليه.